ميديكال ايرا فور ذا فيرست تايم. 200 البشريه لاول مره عرفت انه في حاجه اسمها اي سي جي. And after that we need to have good background of essential cardiac electrophysiology. كان كلام فاضي منتهي من زمان مش كده؟ ما كلام الفاضي منتهي من زمان على طول of the essential cardiac electrophysiology. Without which you will never understand ECG. ما تدعي نفسك ساكت. ولا بتعرف أي حاجة في الكارديوفاسكولار ميديسين. Essential cardiac electrophysiology. And then you go to the third learning objective of today is how to conduct the leads. The conduction of the leads, how you obtain the ECG itself. ورقة تطلع عندك كيف أصلاً؟ ليش؟ كيف تجيبها؟ And then finally, we'll see the components of the ECG, that is to say, the different waves, the different segments, and the different intervals, which are actually constituting one single cardiac cycle. So if you have your heart, for example, is beating like this, when you do it like this, this is one beat. Would be demonstrated in form of electrical activity. That is the idea. What we are going to tell you about is actually like a demonstration of the cardiac cycle in terms of electrical activity. That is the ECG. That is the ECG. It is electrical activity. This is one cardiac cycle. This is one cardiac cycle, as you can see, like this. The cycle is made of depolarization and repolarization, which will be responsible for contraction and relaxation. Without this electrical activity, the heart can never work. ما هيشتغل أصلاً إذا أصلاً ما في نشلوها، ما في electrical activity. تلاحظ هذه المسألة في أثناء الكلام. So we don't usually use terms contraction, relaxation. ما بتسمع الكلمة دي كثير إلا في الحالة بتاعت الكلينيكال ابلكيشن بس. لكن we are dealing with the electrical activity. And the subject is actually dealing of the electrical activity. We are demonstrating, or the ECG is one way by which you can demonstrate and understand the cardiac cycle. You see? So these are the four learning objectives which we'll try to cover today, inshallah, subhanahu wa ta'ala. And now let us start, as you can see here, before we begin, it's the basic principles of EKG. Should be ECG. Yeah? EKG. And this is the abbreviation which is used in the American literature. والمصادر بتاعتنا احنا بنقرا منها American sources. فدائما بكتب لك EKG. طيب ليه بكتب لك EKG؟ بقول لك لانه C and E sound alike. لأنه عندنا في نيوروساينس حاجة اسمها EEG. فالنصب بتاع الـ E وبتاع الـ C especially over phone. بتتكلم مع زول بالتليفون ده تمليه كلمة الـ C بيسمع عليك شنوها؟ والـ E بيسمع عليك شنوها؟ C. فيها إشكال شوية. فالأمريكان قالوا عشان ما نلخبط الناس، هم لخبطين العالم كله طبعا في الحقيقة، عشان ما نلخبط الناس فنشيل فيها شنوها؟ نبغى نخبط من الـ C نخد كي زي ما هي. لذلك حتلاقي الابريفيشن بهذا الشكل الكتروكارديوغرام على حسب البرونسيشن بتاعه ان ستيت اوف ايش ان ستيت اوف اي سي جي. كان البشريه لاول مره عرفت انه في حاجه اسمها اي سي جي. هذا السؤال ده السؤال الاول. ها الهيستوري وين ال وين ال ها وين الكيبورد؟ قاعد كده طيب ها انا اصلا عندي مشقه مع هذه الاشياء كمان تدخل هي مو انا اللي دخلته هذه القاعه تعبان طيب شوف دكتور بس كده يعني امشي قدام هي ايوه بس كده انا خليك قريب هنا بس ها انا قريب ناديني شفته؟ ايه الله كمان ما نعم ممكن تطفي الانوار شويه هاي سويتش اوف لايت بليز انا ما عارف ايه البتاع ده اوكي الكلام ده
سنة 1855 ميلادية. يعني أقل لي 100 سنة من الآن، مشكلة حوالي 75 سنة تقريبا أو 70 سنة. 1855 خلاص، 1955 ما جت لسه، ما مشت. ها دي 100 سنة، حوالي أقل لي 100 هنا شنوها، أو حوالي 150 160 سنة. طيب ما 150 يعني 1850 2000 يعني ما تضيع لي الوقت عليك في كلام فارغ. 1855 وهذا 2000 هاي، ما 150 سنة ما بالضبط يعني، ما موضوعنا يا ها. خلينا سنة كم يا خليها الكلام ده تقريبا حوالي أقل من 200 سنة. ها أقل من 200 سنة حاصل هذا الكلام. في الوقت ذات، في الوقت ذات كان معروف بالنسبة للناس، كان معروف، كان معروف، هذه مسألة مهمة جدا. كان معروف إنه لو أنت أديت إلكتريكال استيمولس لنيرف سبلاينج سكيليتال مسل، ذا سكيليتال مسل بالكونتراكت. هذا كان معروف قبال الإي سي جي في النيوروساينس. ها إيش هو أبلاي إلكتريكال استيمولس تو أنيرف ذات سبلاينج ذا سكيليتال مسل، ذا مسل بالكونتراكت. هذا كان معروف. نحن نعمل حكاية في المعمل الحسي للطلبة، ندي إلكتريكال استيمولس قدام الطلبة للضفدعة مثلا في النيرف، تحرك العضلة بتاعتها ونسجل الريكوردينج بتاعنا في البراكتيكال بتاع الفيزيولوجي في السي ان اس. خلاص كان معروف انا ذاك الوقت. طيب ايش عندنا الان هنا الحاصل؟ زي ما انت شايف هنا ده عبارة عن isolated beating heart. ما مصر يا اخي ما تتكلم يا ها. isolated هنا شنوها؟ ده عبارة عن isolated beating heart. ده عبارة mammalian heart شنوه من الحيوان، والهارت مالوها شغال. شغال ده هي في اثناء الكلام، ليش شغال؟ احنا بعد شويه شغل في اثناء الكلام. الهارت شغال. This is isolated mammalian beating heart. شغال خارج الحيوان. الحيوان ميت خلاص من القلب بتاعه. الهارت شغال. And this is the lower limb of a frog. زي ما انت شايف. ده عبارة عن فروك هنا. And this is the lower limb. And this is the nerve supplying the muscle. The lower limb muscles. It was known at that time. كان معروف أنا ذاك الوقت. If you apply an electrical stimulus to this nerve, the muscle will contract and the leg will kick. هتتحرك زي ما انت شايف هنا، شايف دي ما دي نفس الرجل لكنها الان اتحركت، ما اثنين ها نفس الرجل لكنها هنا شوها اتحركت. The muscle will contract and the leg will kick. That if you apply an electrical stimulus to the nerve, the muscle will contract and the leg will kick. ده ما عملوا شنو؟ ما جابوا الكتريكال استيمولس، جابوا isolated beating heart زي ما انت شايفه شغال باستمرار، وخدتوا النيرف على الايسوليتد beating heart. ما انهم شغاله ما زيك ما فاضيين ها؟ وخدتوا النيرف ايش نها؟ خدتوا النيرف على isolated beating heart. ولاحظوا انه مع كل beat of the heart the muscle contracts and the leg also kicks. يبقى كانه الهارت الان هو بمثابه هنا شنوها؟ الكتريكال. ودي اول مره البشريه تعرف انه الهارت هنا في شنوها؟ في الكتريكال اكتيفيتي. قبل اقل من 200 سنه. This is the beginning. قبل اقل من 200 سنه. For the first time that people came to understand that there is electrical activity in the heart. ده الدليل عليها. لانه المصل كان بيحصل لها كونتراكشن بواسطه شنوها؟ الكتريكال ستيمولس. كان بيحصل لها كونتراكشن بواسطه الان حصل لها كونتراكشن بواسطه شنوها؟ الايسوليتد بيتنج هارت. البشريه الان اكتشفت انه القلب فيه هنا شنوها؟ فيه كهرباء، فيه الكتريكال اكتيفيتي. جو بعد 25 سنه من هذه التجربه، بعد 25 سنه من هذه التجربه جه عملوا تجربه ثانيه. عملوا تجربة ثانية. التجربة الأولانية مفاد بتاعها شنو؟ خلاصة بتاعتها الأولانية إنه في إلكتريكال أكتيفيتي. الهارت فيه كهرباء. لأول مرة البشرية تعرف إنه القلب بتاعك فيه كهرباء. زي ما أنت شايف جابوا واحد أهو ده زول موجود هنا، وبعدين شنوها؟ بوصل بشنوها؟ بوصل بأقطاب كهربائية. زي ما أنت شايف. With this device, special device هنا. خلاص؟ وبعدين الديفايس الغرض الاساسي ينقل الكهرباء، يعني ما حاجه صعبه يعني. بعدين هنا في حفره او تجويف، وخاتين فيه كابلر تيوب. يو كابلر تيوب؟ تعرف الكابلر تيوب؟ انبوبه الشعريه. انبوبه الشعريه
بتعرفوها في المعمل بتاع الفيزيون ماشي تروح كله انبوبه شعريه صغيره كده بتسحبوا بيها الدم. ما حصل ده اول ده اول اول براكتيكال اللي احنا نعمله في الفيزيولوجي للطلبه لما يعرف كيف بنعرف البي سي بي. كيف نعرف البي سي بي؟ بنجيب الانبوبه الشعريه دي. الانبوبه الشعريه عباره عن انبوبه رفيعه جدا جدا مره صغيره مشيل منها بلط خد فيها بلط وبنكفلها بجانب بنخطها في الجهاز بتاع قوه الطرد المركزي. والجهاز يحصل له هنا شنو؟ الجهاز بتاع قوه الطرد المركزي بتعرفوه؟ طيب الجهاز يحصل له هنا شنو؟ يدور بعد ما يدور نطلع شنو؟ التيوب. ايش حنلقى؟ حنلقى الار بي سي هي الجالسه تحت. الاختبار شفتوه؟ شفتوه؟ ما هو في ابو مشاعر ذيس كابلري فيو. الاختبار شفتوه وين؟ ما عارف في الشارع يعني ما عارف يعني تمامل يعني هيماتولي في الهيماتولي مش كده؟ بس دي ابو مشاعرية دي ابو مشاعرية دي كابلري تيوب. بعدك بنشوف الار بي سي جالسه تحت والبلازما هي شو موجوده فوق بتطلع على الباكسل فوليوم تعمل البي سي في. احنا بنعمل في الفيزيولوجي اول براكتيكال كلاس. انتوا وينكم في الهيماتولوجي ما في مشكله انتوا عملوه ها اول براكتيكال كلاس. بنجي البوبه الشعريه دي لكن حنجلس فيها مويه الان بس ونحط المويه في ونحط الانبوبه في الجهاز. وبعد ذاك لاحظوا انه المويه بتطلع وبتنزل مع الدقات بتاعت القلب. يعني الشخص المويه عنده